افتتح وزير شؤون الكهرباء والماء دكتور عبد الحسين بن علي ميرزا ندوة الطاقة المستدامة بحضور أكثر من 60 مشاركا من كبار المسؤولين والمختصين في الطاقة المتجددة من داخل وخارج البحرين. التفاصيل في تقرير الزميلة خولة الجرينيس. يشهد الوقت الحالي تحولا جذريا في مجال انتاج واستهلاك الطاقة، وذلك في مجال التحول إلى الطاقة المستدامة لتحل مكان النموذج القديم القائم على محطات التوليد الضخمة لتوفير الطاقة. فمن خلال ندوة الطاقة المستدامة التي عقدت صباح اليوم، تمت مناقشة كافة الأساليب المتطورة التي يتم من خلالها تحول البحرين إلى العمل بتلك الطاقة. تم حصر عدة مشاريع للطاقة المتجددة لكي جميعها تنتج عن نسبة معينة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. اليوم البحرين تستعمل الغاز الطبيعي كمصدر وحيد للطاقة، في المستقبل راح يكون مزيج جزء طاقة متجددة وجزء الغاز الطبيعي، وكذلك سوف يتم التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة والاستفادة منها في المنازل وفي البيوت وفي المباني والشركات، حيث أن هناك بيكون حافز لهم أن ما ينتجونه من الطاقة الشمسية يمكنهم أن يستردونه من خلال شبكة الوطنية للكهرباء. الخطوة المقبلة التي توليها حكومة مملكة البحرين هي الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقد أوضح سعادة الوزير من خلال العرض المرئي الذي تم تقديمه خلال الندوة أهمية هذه الخطوة وأهم المشاريع التي نفذتها وحدة الطاقة المستدامة في وزارة شؤون الكهرباء والماء، بالإضافة إلى المشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلا. الهدف من إنشاء وحدة الطاقة المستدامة من قبل حكومة مملكة البحرين هو التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة اللي هي مثلا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الطاقة. ولهذا الغرض تم الاستعانة بمنظمة الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لانتداب خبراء ليعملوا مع وحدة الطاقة المستدامة لإعداد خطة وطنية متكاملة لكفاءة الطاقة. نموذج جديد للطاقة المتجددة في المملكة ستجلب معها فرصا واعدة، لا سيما من حيث استدامة تقنيات الطاقة لتكون نموذجا ذكيا وجديدا ثنائي الاتجاه، يمنح العديد من الفوائد والمزايا للمستهلكين، ليؤكد في الوقت ذاته على إنشاء وحدة الطاقة المستدامة تركز على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.